الوثيقة حملت آمال وتطلعات السعوديين تجاه القطاع الذي يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية. من هنا نرى أن الالتزامات في الوثيقة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادر الدخل. والأهم في رأيي أننا قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الالتزامات التي أقرتها الوثيقة. فنحن نتجه نحو تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكون أكثر تقدما. والأمر لم يتوقف على زيادة حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول عام مقبل، كما أن الدولة بدأت في فتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام شركات التكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكار والنمو، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة المتوسطة في البنوك، وزيادة العملات غير النقدية لتصل إلى 28% بحلول العام المقبل إن شاء الله، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي بما في ذلك متطلبات البنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الرواق المالية. المستثمرون الأجانب رفعوا ملكيتهم في السوق السعودي من بداية العام بأكثر من 75 مليار ريال، ووصلت القيمة السوقية للملكية الأجانب أعلى مستوياتها تاريخيا عند 162 مليار ريال. وأعتقد أن ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئ في مؤشرات الأسواق العالمية مثل مورغان ستانلي وستاندرد اند بورز وفوتسي راسل ساهم بشكل كبير في جذب تدفقات أجنبية خلال العام الحالي. والتوقعات تشير إلى أن الأصول المدارة تحت مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة تصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي. وإذا افترضنا أن 20% من الأصول تتبع المؤشر الاستراتيجي لوزن السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هذا يعني أن 380 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة تتوافق مع الوزن الاسترشادي للسوق السعودي في أصولها. لذلك فأن مع الوزن الحالي للسوق السعودي عند 2.8%، فإن قيمة الدفقات الاستثمارية الأجنبية الغير ناشطة في مؤشر السوق السعودي تجاوزت 40 مليار ريال بعد انتهاء إدراج المرحلة الأولى والثانية من السوق. تدير الجزيرة كابيتال مجموعة من الصناديق المحلية والعالمية متعددة الأهداف، مؤلفة حاليا من 14 صندوق استثماري تستثمر فيها الأسهم وأسواق النقد والصناديق العقارية وبحجم أصول يفوق 5.5 مليار ريال. ومن خلال هذه الصناديق نمنح عملائنا من الشركات والأفراد حلولا استثمارية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحقق أهدافهم الاستثمارية. فتنوع في الاستثمار يشكل أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية الاستثمارية. وبخصوص أداء هذه الصناديق في الفترة الماضية فإنها ممتازة جدا بشكل عام، حيث أن عوائد أحد صناديق الجزيرة العالمية قد تخطى 18% في النصف الأول من عام 2019، وعوائد أحد صناديق الجزيرة المحلية تخطى 11% للفترة نفسها. فنحن نسعى دوما إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشرات الاسترشادية المحددة لكل صندوق. باستثناء الصناديق العقارية، حققت جميع الصناديق الاستثمارية عوائد عالية نسبة إلى المؤشرات الاسترشادية المحددة لكل صندوق في الفترة الأخيرة. أما العوائد المحققة من تأسيس الصناديق فقد بلغت أكثر من 300% لصندوق الجزيرة للأسهم السعودية، وبلغ حوالي 55% بشكل متوسط لجميع الصناديق. والجوائز العالمية التي حصلنا عليها تؤكد براعتنا في هذا القطاع، فقد حصلت صناديق الجزيرة للأسهم العالمية واليابانية لقب أفضل أداء لخمس سنوات من قبل أرقام في عام 2018، حيث تصدر الصندوق قائمة الصناديق الأعلى أداءً محققاً عائداً سنوياً بلغ 29.4%.